الو بتكلم لكم شوي عن الخوارزمي وبطبخ لي الليزي دش لان اليوم ويكند ومالي خلق. وبصحح معلومه بسيطه اشوف انه وايد ناس يتحرون انها صح، الا وهي ان الخوارزمي عربي. الخوارزمي مو عربي، الخوارزمي فارسي، وبالتحديد من مكان عند الفرس اسمه ارض الخوارزم من 1200 سنه اللي اليوم معروفه باوزبكستان. الخوارزمي كان جدا مولوع بعلم الفلك وعلم الجيولوجيا وطبعا الرياضيات. درس واشتغل بمكان اسمه The House of Wisdom او بيت الحكمة ببغداد الحالية اللي بعراق. ومن الاشياء الرئيسية اللي كانوا يسوونها ببيت الحكمة انهم كانوا يحللون ويترجمون نصوص ومخطوطات علمية من حضارات ثانية، اهمها من عند الاغريق ومن عند الهنود ومن اللغة السنسكريتية للغة العربية. والخوارزمي كان بعد هو من الناس اللي كانوا يحللون ويترجمون هالنصوص. فعلماء بيت الحكمة لاحظوا ان تقريبا جميع نصوص الرياضيات كانت مكتوبة ومدونة بطريقة جدا معقدة، يتخلي ان مو كل عامة الناس يقدرون يفهمون هالنصوص لصعوبة تدوينها وتعقيد مفاهيمها. والخوارزمي بعد لاحظ هذا الشيء، يدرس ويحلل المخطوطات اللي كانت عنده ويحاول ان باي طريقة يخليها اكثر تبسيطا، فاخترع لنا او جدد لنا شيء اسمه الجبر بالطريقه اللي نعرفها اليوم. هل هو اللي اخترع الجبر اساسا؟ لا. هل هو اللي طوره وخلاه معروف بالطريقه اللي نعرفها اليوم؟ نعم. وهل هو اللي اعطاها تسميه الجبر؟ يس. قبلنا الخوارزمي كتاب اسمه The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing اللي اول مره يكون في حد يبسط فيها مفهوم الكواجراتيك ايكويشنز واللينير ايكويشنز. أوروبا حزتها كانوا معظمهم يستخدمون الأرقام الرومانية، والهنود هم اللي كانوا يستخدمون الأرقام العربية اللي نعرفها اليوم. فالخوارزمي من بحوثاته حصل هالأرقام هذه وقام يستخدمها، شاف إنها أكثر سهولة بالقوانين الرياضية وإنها تستخدم الرقم صفر اللي هو وايد مهم وتكلمت عنه بالفيديو اللي قبل. فالخوارزمي كان أول من يوصل الأرقام اللي نعرفها اليوم العربية والعادية للعالم الغربي، يعني كأنه كان الوسيط بين الهنود وبين العالم. فسميت هالأرقام هذه بالهندو Arabic numbers، أصلها هندي طورها فارسي وطورها عند العرب. اوكي، والحين شو علاقة الخوارزمي بالالغوريثمز او الخوارزميات اللي نعرفها اليوم؟ الخوارزميات او الالغوريثمز اللي نعرفها اليوم ما طلعت لين اواخر القرن 19. الخوارزمي كان اسس مراحل بسيطة اللي تعلم الناس الجمع والسستراكشن والمالتيبليكيشن. تقريبا كان الخوارزمي هو اول من اسس الخوارزميات بالرياضيات. المعنى الحقيقي للخوارزميات انك تتبع مراحل معينة عشان بتحل مشكلة معينة. الاب الروحي لعلوم الكمبيوتر آلان تيورينج استخدم الخوارزميات لانشاء التيورينج ماشين اللي بفضلها اليوم عندنا تليفونات بايدنا، وبفضلها تطورت التكنولوجيا.